الحمد لله خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ملكه، والحكم حكمه، والأمر أمره، وإليه ترجعون. رباه رباه، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك ولا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سني ويا أملي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله، النبي الأمي الذي علم العلماء وقاد سفينة العلم الحائرة ليوصلها إلى رب السماء، صلاة والدموع بها تهل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، هذه المساجد جعلها الله سبحانه وتعالى لطاعته ونسبها المولى عز وجل لنفسه. فهذه المساجد إخوة الإيمان والإسلام هي مصدر الراحة. الإنسان لا يرتاح إلا في بيت من بيوت الله، أو لا تملكه الراحة إلا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. لذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أيها المسلم الكريم، ما واجبنا تجاه بيوت الله تبارك وتعالى؟ أن نحبها وأن نعظمها. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المساجد لا بد وأن نأتي إليها. الإنسان منا يتطيب ويلبس أحسن الثياب لأنه سوف يذهب إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يقف بين يدي من الجميل جل وعلا، فلزاما عليه أن يكون في أحسن هيئته. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واجبنا إخوة الإيمان والإسلام حينما نأتي إلى بيت من بيوت الله أن نأتيها بسكينة ووقار، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. وأن نعودهم على الإتيان إلى بيوت الله تبارك
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،